أقوى أم في مصر. أهلا بيكم في برنامجنا أقوى أم في مصر. أنا معايا أمهات عجنين وخبزين الجيل الجديد. مين أروش أم ناوي؟ لو ابنك قرر يعمل شيفت كارير هيشتغل ايه؟ طباخ. طبعا الاستعراضات دي مين اللي قول لي اعمل ايه؟ قول لي هو كان ايه السؤال؟ تبي كلنا وراك يا ابو مكه. هي بتكره السبانخ والكوسه، لو قالت حاجه اكتر فانا خايف. ركز بقى ركز بقى، بتبرق بتبرق. بتصغر لي ايه؟ بدات تصغر لي. كنت اروح في داهيه. تي واي تي. Take your time. Take your time. إجابة صحيحة. طارت ونسيت. خلاص اللي فات مات بقى. خلاص ما نقعدش نقلب في اللي فات. صح بقى وانا قلت بقى انت. وعفى الله عما سلف. أقوى أم في مصر. أقوى أم في مصر مع إسلام إبراهيم. الجمعة 10:00 مساء على تلفزيون الحياة.